جديدة على قناة استثمار عرب، شكرا ل 7731 مشترك. النهاردة معانا 3 ايردروبات. اول ايردروب هو لعملة ال AXE، هتسجل في منصة هوت بيت، بعد كده بتروح للفورم. طريقة التسجيل، اول حاجة بتحط لهم هنا الايميل، بعد كده بيطلب منك الانضمام للتليجرام الاول والتليجرام التاني، بعد كده هتحط اليوزر تليجرام، بعد كده هتعمل لهم هنا فولو على تويتر، بعد كده هتروح للديسكورد وتعمل لهم برضو فولو على الديسكورد، بعد كده بتدي له هنا اليوزر الديسكورد بتاعك، بعد كده هنا رابط الاحالة او كود الاحالة، هسيب لك كود الاحالة استاذنكم تحطوه هنا، بعد كده هنا المحفظة ال AXE اللي انت هتجيبها من المنصة هوت بيت. هتكتب بس، هتدخل على الفوند من هنا، تضغط على كلمة ديبوزيت، بعد كده هتكتب هنا AX، لو ما ظهرتش معاك اكتب AXE، تمام. بعد كده بنضغط على كلمة ديبوزيت من هنا، بتاخد العنوان بتاع المحفظة اهو كده وتحطه هنا في الفورم، تمام. تضغط على كلمة سمن. ده كان اول اير دروب معانا. اير دروب معانا هو خاص بعملة نوفا، هو بيدينا في الاير دروب ده 1.5 قطعة من العملة. قبل اما تسجل في البوت هتسيب لك برضو المنصة دي، منصة ماجنم، هتسجل فيها تسجيل عادي، هتسجل باليوزر نيم والباسورد، بعد كده هتدخل بالباسورد اللي انت سجلت بيه، بعد كده هتضغط على انلوك من هنا، بعد كده هتضغط على كلمة والت من هنا، بعد كده هنضغط على كلمة كرييت. انت مش هتلاقي نوفا، محفظة نوفا معاك هنا، هتضغط على اد والت من هنا، بعد كده هتكتب هنا نوفا كوين، هتضغط على كلمة نوفا كوين، اهو ظهرت معانا نوفا كوين اهو، نوفا كوين، هتلاقي العملة ظهرت. بعد كده هتضغط على انت اول حاجة هتضغط على كلمة كرييت، تمام، هتضغط على كلمة كرييت، بعد كده هتكتب هنا نوفا كوين، بعد كده هتضغط على كلمة كرييت، هتلاقي هنا زي كده باك اب او كلمات نزلت لك داونلود هنا في تكست، هتلاقي التكست ده هتحط الباسورد اللي انت سجلت بيه في المنصة والعملة بتاعتك هنا بتاعت نوفا، هتلاقي الباك اب ده هتحفظه مع الباسورد، تمام. بعد كده هنروح للبوت. طريقة التسجيل في البوت، اول حاجة هتضغط على كلمة ستارت، بعد كده انضمام لجروب تليجرام، بعد كده هتعمله فولو على تويتر، بعد كده هنا سبسكرايب على ريديت. اول حاجة هنضغط على كلمة ستارت، بعد كده نضم اول وتاني، بعد كده هنضغط على كلمة كونفيرم، هتديله اليوزر تليجرام بتاعك، تمام، بعد كده هنا فولو على تويتر، هتديله اليوزر تويتر بتاعك، بعد كده هنا ريديت، هتنضم على ريديت وتديله اليوزر ريديت بتاعك، تمام. بعد كده هيقول لك اديني محفظتك اللي انت حملتها، يا اما هتحملها على الاندرويد يا اما هتحملها على الويب سايت، احنا خدناها من الويب سايت من هنا. بعد كده هتروح للمحفظة اللي انت كريتها، تمام، هتاخد العنوان بتاعك ده اللي هو هنا ده كده، هتاخده كوبي، بعد كده هنرسل العنوان هنا. بعد كده هو هيديك 1.5 عملة من عملة ال NAV اللي هي نوفا كوين، بعد كده هيديك رابط الاحالة، وعلى كل احالة 0.1 من العملة اهو، تمام. ده كان الاير دروب التاني. انت بتعرف البالانس بتاعك من هنا، ورابط الاحالة بيديهولك اهو، تمام. الاير دروب التالت خاص بمنصة اكسنس، العملة اسمها MRCL، هنضغط عليها هنا كده، بعد كده هتعمل مهام. المهام اول حاجة هنا بيقولك انت مسجل كده كده في المنصة،
انت لو مش مسجل في النص هتسجل وتفعل حسابك من الايميل. بعد كده بتكريت الوالت، هتروح لي هتضغط على العلامة دي، بعد كده هتروح للوالت هنا، هتكتب اسم العملة اللي هتجيبه من هنا، تمام، اسم العملة مارك التوكن اهو، بعد كده هتحط الاسم ده هنا، بعد كده نضغط على كرييت، هيتكريت معاك المحفظة. بعد كده هنشوف الخطوات الاولية، اللي على فكرة الصفحة دي مش هتفتح معاك، تمام، لو فتحت انت بتضغط على كلمة ستارت، النجوم اللي على الجنب دي بتضغط على كلمة ستارت، هتوصلها لخمس نجوم، بعد كده بتكتب اي كومنت تحت، ده لو فتحت معاك الصفحة هنا. بعد كده هتعمل له فولو على الصفحة دي على ريديت، وبعد كده هنا فولو على التويتر الاول، وفولو على الصفحة بتاعت مارك التوكن، بعد كده هتعمل له ريتويت مع تاج خمسة تاج مع من الأصدقاء، هتعمل ريتويت مع خمسة تاج مع الأصدقاء وكومنت، تمام. بعد كده هنا جون على تيليجرام الأول والتاني، بعد كده هنا لينكد ان هتعمل له فولو على ميديم، ممكن صفحة ميديم ما تفتحش معاك عادي. بعد كده هنا سبسكرايب على اليوتيوب بتاع ماركل والمنصة، بعد كده هنا هتعمل له فولو على الفيسبوك، بعد كده بتعلم هنا على خمس نجوم، بتعمل اوكي كده، تمام، بعد كده كلوز، وكده انت عملت المهمة بتاعت المنصة. المنصة بعد انتهاء الايرد دروب بتلاقي العملة في رصيدك من هنا، بنضغط على كلمة والت من هنا، دي العملات دي كلها اللي انتوا شايفينها دي انا مجمعها من الايرد دروبات. انت بتضغط على الوالت وهتشوف العملات بتاعتك. بعد انتهاء الاير دروب انت بتكتب اسم العملة هنا اللي هي مارك التوكن، وهتلاقيها هنا زي العملات دي بي بي تي، وكانت عملة الاي ال تي، يعني العملات اللي احنا مسجلين فيها بتظهر لنا هنا. بكده انتهت الاير دروبات معانا النهارده. اي استفسار واي تعليق سيبه اسفل الفيديو. اللي مش متابعنا على قناه التليجرام هسيب لك برضو القناه اسفل الفيديو. دمتم في رعايه الله، والى شرح قادم ان شاء الله.